السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أسوي بوظة على حليب، وراح يكون معي علي. السلام عليكم. الله، بما انه هي البوظة فيها تحريك يعني وفيها شغل يعني تقيل شوي عليها، راح تساعدني بمسوية البوظة هي ماما. إيه راح أساعدك. وكمان راح نسوي الهيطلية اليوم، بس راح تكون بغير فيديو ان شاء الله راح لا، تشوفوها. أنت قلت الهيطلية اليوم، اليوم البوظة بكرة الهيطلية. الله، خلصها بنساويها. لا ما وصلت. يلا أبدأ. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء عندنا لتر حليب كامل الدسم. حصرا لازم يكون كامل الدسم. ايوه، سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بالكاسات 4 كاسات حليب بيطلع. يلا، ايش والله كمان نحط؟ هلا بدنا نحط كاسة السكر. كاسة السكر، بسم الله. نفس الكاسة لكل العيارات. هاي كاسة سكر. بتريدوا انتوا تقللوا السكر شوي او تزيدوه شوي، مثل ما بدكم، حسب ما بتحبوا الحلو. لا ماما، مو التحريك. هلا هلا نص كاسة نشا. حطها كلها؟ ايه نص كلها. هاي نص كاسة. اوبا، هاي نفس الكاسة اللي عم نعير فيها. ذرة ملح صغيرة، ورجوني اياها براس المعلقة. براس معلقة الشاي براس السوية. المعلقة حطها. هاي مشان تعطي مطة للبوظة، لأني لسه عم نحط معلقة السحلب مع نقطة هالملح اللي حطيناها، بتعطي مطة كتير كويسة للبوظة. يعني سر البوظة هو السحلب والملح اللي بيعطي المطط. ايه السحلب والملح وكمان والحليب اللي حطيناه كامل الدسم كمان بيعطي طعمة طيبة، وكمان في قشطة نحطها. ايه صح، يعني كلهم مع بعضهم ان شاء الله بتطلع بوظة كتير طيبة. نحن سويناها هديك السنة أكثر من مرة بالبيت، وإذا ما كانت أطيب من اللي بالمحل لا تقبله. هلا ماما حرك، يلا حرك على بسم الله مهلك. الرحمن الرحيم. هلا نحن منا شاعلين نار، غاز البيرت مطفي اذا شايفينه ما مبين. هلا على البارد بدنا اياهم كلهم يذوبوا مع بعضهم. هلا هيك حاش تحريك بقى. هلا شعل النار ماما. يلا بسم الله. على العيلة اللي على الواطي؟ لا على العيلة. حرك. هلا بنضل هيك عم نحركها، ما بنتركها ابدا. يعني نحن هلا بدنا نقول عم نطبخ مهلبية، ما بنتركها ابدا لبين ما تسمك. حرك حرك ماما. وهلا اجى دور بودرة السحلب. هاي هي شايفينها؟ هاي بودرة السحلب، معلقة كبيرة مسح، معلقة أكل. هلا بودرة السحلب، هون في نقطة مهمة. حرك. اللي بده يشتري بودرة سحلب لازم ينتبه. هات شوي ماما. يلا. لازم ينتبه انه يشتري من بودرة السحلب الاصلية، لانه حتى في بودرة سحلب تنباع بالظروف، بتكون مخلوطة سكر، بتكون مخلوطة قرفة او اي شيء ثاني. فمشان هيك لازم الواحد ينتبه يشتري بودرة السحلب الاصلية من عند العطار. يعني الله، هي البودرة السحلب اللي شوي اللي انا اشتريتها 10 جرامات، كل جرام بليرة تركي يعني. لاني هي هاي بودرة السحلب هي اللي راح تعطي المقطة، بتساعد الملح اللي حطيناه مشان يساعد هاي البودرة بهالمقطة الكويسة اللي بتطلع بالبوظه. ايوه، يعني كنت تبغوا تشتروه من عند العطار السحلب. ايوه، البوظه العربيه اللي بيعرف لها هيك هالمقطه الكويسه والطعم الطيبه كمان اللي هو بيعطيها المسكه. هاي هي المسكه، انا دقيتها شوي مع السكر. مسكه او مستكه بالنسبه للمسكه يعني. وبودره السحلب هي بس مشان تساعد هالمقطه هاي بتطلع بالبوظه، يعني اذا ما هي موجوده ما بدكم تحطوها وصير بلاها. بس المسكه بنصحكم حطوها، بتعطي طعمه كتير طيبه. هلا هيك انطبخت، صارت جاهزه. بدنا نطفي عليها ونتركها لحتى تبرد. بس في ملاحظه كتير مهمه، لازم نغطي الطنجره هلا او الفراغ اللي عم بتساووا فيه لازم تغطوه عشان ما يصير له وتش او بتبني فوقه القشره. فلازم ضروري نغطيها، بنطفي الغاز وهلا راسا بنغطيها. هلا بعد ما بردت، شايفين بردت كثير كويس، ما حطيتها بالبراد، برات البراد بدها تبرد. وهلا بدي احط لها علبتين قشطه، كل علبه فيها 200 ملي، يعني 200 جرام. 200 جرام يعني بيطلعوا شيء كاستين الا ربع. كاستين الا ربع. اي كاستين الا ربع. هاي هي القشطه اللي انا استعملتها، بتصير للحلو بتصير للطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم.
هلا بسم الله الرحمن الرحيم بدي اخفى بالمكسر، تريدوا بالمكسر او بالخلاط. واللي ما عنده خلاط او مكسر بيحسن يستعمل هاي يشتغل فيها، بس بدنا نخفقها كتير كويس. بس بدي اورجيكم قبل ما احط طبيت البوز اعرفهم بالفريزه، يعني اورجيكم المطه. شايفين؟ شايفين هالمطه؟ هاي اللي اخذناها من السحلب اللي حطيناه. شو عم تزل راسا وبعدين بتمط؟ ايه ممتازة صارت. هلا بدي اغطيها واشيلها بالفريزه لمده 4 ساعات او اكثر شوي لحتى تجمد، نرجع نخلطها مره ثانيه. انا هلا طلعت البوظه بعد 3 ساعات عشان احركها هيك مع بعضها واحط لها الفستق. شايفين؟ يا اما بنحركها بالمعلقه على ما هن، يا اما بالمكسر. انا عندي مكسر اساويه، المكسر اسرع لي بس لانه اسرع. هلا هيك. هلا بالنسبه للفستق الحلبي المكسر، هذا حسب الرغبه، بتريدوا تحطوه بتريدوا ما تحطوه. انا كل مره ما بحط، بس هالمره بدي احط فيه بقلبه. هلا عشان تجمد اخر مره بدي افضيه هلا بالعلب عشان تجمد اخر مره. حطيت هلا الفستق الحلبي. شوفوا هالمطه منظومه منظومه، طلعت بوظه غير شكل. انا هون عندي علب بوظه 9.5 كيلو، هدول كان فيهم بوظه، فضيتهم ليفتهم عفتهم مشان اشوف انا شقد بده يطلع عندي. هذا كيلو الحليب وعلبتين القشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي العلبه الثانيه. انا جبت علبه البوظه، بس العلبه هي فيها 0.5 كيلو، 23 ليره حقها. هلا انا سويت هاي البوظه شقد كلفتني 25 ليره كيلو، طبعا من عدد فستق، يعني اذا ما بدكم تحطوا فستق ما في داعي له. هلا بدي اغطيها واشيلها بالبيت بالبراد بالفريزر. يعني ما رح ناكلنا اليوم سوا اليوم؟ دقيق بصير اليوم، خليك سهران لبين ما تصير. لبكره راحت. لبكره؟ يمكن لبكره المساء كمان. هلا انت بتشطيها وتنطيها لبكره المساء؟ لا ماما لا، انت خليك سهران، بس شفت جمدت طالع وكول. اي خلص. هلا هي انا بدي اشيلها وبكره بنرجع بنشوفها. هلا البوظه صارت جاهزه، عرفتها 4 ساعات عرفتها بالفريزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه على هالمنظر. هاي البوظة او الدردرمة او الايس كريم اللي انتو بتسموها البوظة العربية صارت جاهزة. اكلة كتير منظومة وطيبة كتير، برد على القلب واسألوا علي. والله طعمتها رائعة. واذا عجبتكن دعموني بلايك وتعليق هيك حلو مثلكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.